النهارده بقى هكلمك عن اجمد موبايلين ممكن تشتريهم في الفئه المتوسطه، ريلمي 12 بلس والريلمي 12 العادي. هختصر لك الموضوع مش هرغيلك كتير، وهقول لك ملخص التجربه بتاعتي معاهم هما الاثنين. بس طالما وصلك الفيديو ما تنساش تخبط لايك وكومنتك وسبسكرايبك، ويلا نخش في الكلام الجد على طول مش هضيع لك وقتك. الموبايلين جامدين بصراحه، ديزاين جامد جدا، ويمكن عاجبني اكتر ال 12 بلس عشان هو مظهر من الجلد، مش بيبصم، مش بيلم بصمات كتير، وشكله فخم كده بصراحه. عادي جايب خامات من البلاستيك، ظهر مات برده مش بيلم بصمات كتير، وهما الاثنين الحواف بتاعتهم مشطوفه ويتحس بمواد كده، وسبتهم هيقفوا عادي جدا. حجم الموبايلين كويس جدا، ومسكتهم سهله جدا في الايد عشان وزنهم خفيف مش تقيل، والاثنين بيجوا بنفس حجم الشاشه تقريبا مع اختلافات بسيطه. البلس بيجي بحجم شاشه 6.67 من 100 انش، ولكن الشاشه اموليد 120 هرتز، وكمان بتقدر توصل لسطوع 2000 نتس، شاشه محترمه. ال12 العادي بيجي بشاشه اكبر شويه 6.72 من 100 انش 4 اتش دي بلس برده، ولكن اي بي اس 120 هرتز نفس الكلام، ولكن بسطوع 960 نتس، مازال برده سطوع عالي مش وحش، ولكن ال12 بلس اعلى بفرق محترم. بس الاثنين هتشوفهم بشكل كويس تحت اشعه الشمس، بس ال12 بلس هيكون اوضح. الشاشتين بصراحه حلوين جدا، وزي ما قلت لك مسكه الموبايلات سهله جدا في الايد، ولكن يمكن ال12 بلس اشيك بصراحه من قدام شويه، عشان الحواف سواء من فوق او من الجناب اصغر من ال12، فهتحس ان الموبايل مسكته اسهل واصغر شويه في المسكه من ال12 العادي، عشان الشاشه اكبر وكمان الحواف اكبر شويه. حتى الاختلاف هتلاقيه في البانش هول، البانش هول في ال12 بلس اصغر من الموجوده في ال12 العادي، وبرده هتلاقي شويه اختلافات خارجيه، زي مثلا ان مدخل السماعات 3.5 مللي موجود في ال12 بلس من فوق، وهتلاقي كمان فتحه للسماعه الثانيه عشان صوت الاستيريو. ال12 العادي مدخل الشرايح هتلاقيه هو اللي من فوق، ومدخل بتاع 3.5 مللي هتلاقيه من تحت. ندخل بقى على المعالجات والاداء. ال12 بلس بيجي بالمعالج الاقوى دايمنستي 7050، والنسخه اللي معايا 256 جيجا و12 جيجا رام، ولكن ال12 العادي بيجي بدايمنستي 6100 بلس، معالج جامد جدا برده، ولكن اضعف شويه من المعالج اللي في ال12 بلس، ومساحه داخليه 256 جيجا و8 جيجا رام. الموبايلين ادائهم جامد جدا، والاثنين بيجوا بنفس السوفت وير واجهه ريلمي 5.0 مع اندرويد 14، ولكن اداء الموبايلين بصراحه كان سهل وسريع جدا معايا، وبقدر افتح تطبيقات كتير في نفس الوقت ولاقيهم شغالين في الباك جراوند، ولكن احيانا من وقت للتاني بحس كده بدروب في الفريمات احيانا في الواجهه، وده مش بيحصل كتير برده للامانه، وده ممكن برده بسوفت وير يتظبط، هو مش مشكله هاردوير على قد ممكن يكون مشكله سوفت وير. طبعا 12 بلس يتفوق في الاداء عن 12 العادي، وببجي هتلاقيه شغاله على 60 فريم، ولكن على 12 العادي على 40 فريم اقصى حاجه، ولكن الاثنين كانوا شغالين كويس، ولا في تهنيجات ولا تقطيعات ولا اي حاجه. بالنسبه للسخونيه الموبايلين بصراحه ما كانوش بيسخنوا، يعني اللي هو الحاجات العاديه ما تعتبرش سخونه، ماكسيمم 39 38 الرينج ده. فالمجمل الاداء الاثنين حلوين، ولكن 12 بلس هو الاحلى، هو الاجمد في الالعاب، وهو الاغلى برضه. طيب بالنسبه للكاميرات، هبتدي ب 12 بلس عشان هو فيه الكاميرات الاكتر. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بتدعم الاي اس، وكمان كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل علشان الوايد انجل، وكاميرا 2 ميجا بكسل عشان ماكرو، والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. ال 12 العادي بيجي بكاميرتين، واحده 108 ميجا بكسل دي الاساسيه وبتدعم الاي اس، والثانيه 2 ميجا بكسل عشان البورتريه، والكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل. الاثنين صورهم بصراحه ممتازين، ممتازين جدا كمان، ولكن ال 12 بلس بصراحه هتلاقي فيه تفاصيل اكتر، حتى لو كان السنسور 50 ميجا بكسل احسن بصراحه في التصوير، وكمان السيلفي بما انها 16 بتطلع تفاصيل اكتر في الصوره، بس ده مش معناه ال 12 وحش، هو بيطلع تفاصيل حلوه جدا، وبيطلع صوره حلوه جدا برده، وبيعدل على الصوره ممتاز، ولكن بقول لك لما تيجي تزوم بيبان الفروقات شويه. كمان ال 12 العادي بيقدر يصور فول اتش دي بس بالنسبه للفيديو، ولكن ال 12 بلس بيقدر يصور لغايه 4K. في شويه حاجات حلوه برده جايه في الموبايلين، الاثنين فيهم ان اف سي، والاثنين فيهم جيروسكوب سنسور عشان انت بتستخدمه وانت بتلعب ببجي، والاثنين كمان فيهم بروكسيميتي سنسور يا عم، بس لو سنسور مكالمات موجود هاردوير. الاثنين برضو فيهم بوصله وشغاله كويس جدا، وزي ما قلنا في البدايه الاثنين فيهم ستيريو سبيكر، والاثنين جايين بنفس حجم البطاريه 5000 ملي امبير. طب ايه الاختلافات؟ ال 12 بلس بيجي بالشاحن الاكبر 67 واط موجود في العلبه، ولكن ال 12 العادي بيجي بشاحن صغير شويه 45 واط وبرده موجود في العلبه. وطبعا احنا كده كده عملنا انبوكسنج للعلبه، فمش هنتكلم كتير عن محتويات العلبه اللي هتلاقي فيها كل حاجه. الاثنين بيدعموا نفس معماريه مقاومه الميه والغبار اللي هي الاي بي 54، ودي مقاومه للرذاذ الميه والتراب، يعني لو جه عليه شويه ميه كده مش هيحصل له حاجه، لكن لو وقع منك في ميه وارد يحصل له حاجه. وفي فرق كمان في مكان البصمه، بما ان الشاشه اموليد في ال 12 بلس فهتلاقي البصمه تحت الشاشه، ولكن في ال 12 العادي بما ان الشاشه اي بي اس فمكان البصمه مع زرار باور، بس الاثنين شغالين كويس جدا، ولكن بحس ان البصمه في ال 12 العادي اسرع شويه من ال 12 بلس، ولكن ما زالت برده سريعه في ال 12 بلس، والاثنين ما بيغلطوش بصراحه. طب بالنسبه للاسعار يا معلم، ال 12 العادي في رينج 10500 جنيه 10700
700 جنيه يعني على حسب ما هتلاقيه، وهسيب لك الاسعار بالدولار وبقيه العملات. ال 12 بلس هو الاغلى، سعره بيتراوح في حوالي 13000 جنيه. وبصراحه الموبايلين ممتازين، ادائهم كان كويس جدا، وزي ما قلت لك اداء ال 12 بلس احسن بكتير في الالعاب. مش معناه ان ال 12 العادي وحش، هو كان اداؤه كويس بس طبعا عشان هو بمعالج اقوى فاكيد الاداء احسن، ولكن مازال الاداء 12 هيقضي معاك. وانت طبعا وميزانيتك وهتشوف انت هتروح ليه، ده ب 10500 ده ب 13000، ففي فرق في السعر ما بينهم. واكتر حاجه هتحس بيها الفرق في المعالج، ممكن الكاميرات ما تحسش بفرق كبير قوي بصراحه، برده النتائج اللي طالعه من 12 العادي ما زالت مقبوله جدا وبيطلع صور حلوه جدا. فمش ده الفرق اللي ممكن يخليك تجيب ال 12 بلس وتسيب ال 12 وتدفع حوالي 2000 جنيه زياده. لو انت تدفع ال 2000 دول ادفعهم علشان بس المعالج، المعالج فعلا هو اللي هيفرق لو انت مهتم بالالعاب. لو انت مش فارق معاك الالعاب، ال 12 العادي هيبقى زي الفل معاك وفي كل حاجه موجوده في ال 12 بلس. يقل بس في سرعه الشحن، ودي مش هتحس بيها لو انت بتشحن الموبايل بالليل، وكده كده الموبايلين هيقضوا معاك اليوم وزياده. ودي كانت ملخص تجربتي مع الموبايلين دول، انصحك انك تشتريهم، انصحك انك تشتريهم. هتلاقي لينكات الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان هتلاقي اكواد خصمه لو انت حبيت تشتري اي موبايل منهم. استخدم الاكواد دي هتاخد خصم اضافي وكمان هتدعمني جدا. كده انا اكون خلاص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، كومنت تشاركني برايك، تقول لي حابب اني موبايل اكتر وشايف فيه اختيارات ممكن نقارنهم مع الموبايلين دول ولا لا. لو انت حبيت تشوف مقارنه يبقى سيب لي اسم الموبايل تحت الفيديو في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.